السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاباس الحمد لله. مرحبا لا سميرة. بارك الله فيك ونشكرك وكلنا متبعينك في رمضان الله يجازيك بخير. الله يحفظك لالا. عندي واحد السؤال، جوج أسئلة. واحد، ناخد سيدة كانت كدير حبوب منع الحمل وكتصوم رمضان كامل مكتقطعهاش. نعم. واحد السؤال آخر، واحد الجماعة ديال العمال كيحسدوا في واحد المنطقة هنا في الغرب. والمول اللي مخدمهم خرج لهم الزكاة، واش يخرجوهم على راسهم ولا؟ نعم. لا كافي. وبالنسبة واحد العائلة مشات عندهم صامت معهم اليومين في رمضان. نعم. واش واجبتهم يخرج عليهم ولا يخرج على نفسهم؟ نعم نعم. وبغيت واحد دواء لوالدي الله يجزيك بخير، الوليدات كيديروا الامتحان يا رب عندهم اليوم ونهار اثنين ان شاء الله. يا رحمن يا رحيم. يجزيك بخير. يا رحمن يا رحيم. شكرا لك للا سميرة، حفظك الله ورعاك الله تعالى. أسئلة وجيهة. بعض النساء في رمضان كنا يستعملن حبوب منع من الحمل أو منع الحيض، أعتقد أنه منع الحيض. منع الحيض العلماء يقولوا بأن هذا الحيض هي شيء كتبه الله على بنات آدم وهو أذى. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذاك الحيض الدم هو أذى، خصو يخرج من الجسم، الجسم لابد أن يلفظه. العلماء يقول لك ما خش المرأة تستعمل حبوب منع دم الحيض إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ هي حالة الحج. إلى المرأة سافرت الحج وهي بقى صغيرة فيها دم الحيض، ووافق أن الأيام اللي فيها الحيضة توافق أيام طواف الإفاضة والوقوف بعرفة، خصوصا طواف الإفاضة اللي الطهارة فيه ركن، اللي هو ركن أركان الحج والطهارة فيه شرط. فأنا قال لك المرأة غضية الطواف وغضية الوقوف بعرفة، وهذاك الأمر صعيب عليها، والطائرة عند الموعد ديالها محدد. هنا قال لك يجوز للمرأة اللي مازال بقى صغيرة في الحيضة تستعمل حبوب منع الحيض خلال فترة موسم الحج فقط. أما في رمضان فكيقول لك غير محبب، لأن ذاك ضرر يقع على المرأة. وقد وقع الذي وقع ولم تخرج، وصيامها صحيح، صيامها صحيح إن شاء الله، لكن لا تعود. العلماء كيقول لك ما تخليش، خلي الدم تخرج، لأنها أذى غادي يبقى في الجسم، راك يضرب مواقع أخرى في الجسم، راه يضرب لك الكلاوي، يضرب الوالدة، ويضرب أماكن أخرى.